جئنا اليوم إلى مقاهى الأمم المتحدة لنوجه رسالة قوية للمسؤولين الأمميين ولنقول لهم أننا من عانينا من ويلات اللجوء والتشرد والعدوان اليومي والحصار ولسنا طافا هامشيا أو مجرد أرقاما عابرة بل أصحاب حق وقضية عادلة وإن كل من يتآمى علينا أو يتنصل من مسؤولياته أو يقزم قضية شعب يازح تحت الاحتلال ويناضل من أجل تنسم عبق الحرية بأننا سنتصدى بكل قوة لما يسمى مذكرات التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والأونروا حتى إسقاط أهدافه الخطيرة فإننا اليوم وأمام مقاهى الأمم المتحدة في مدينة غزة نوجه مذكرة عاجلة باسم لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا ولكل المسؤولين الدوليين. هذا الاتفاق يعطي الولايات المتحدة الأمريكية حق التدخل الأمني في كل مفاصل عمل الأونروا وهذا يمس استقلاليتها وسيادتها. المسألة الثالثة هو أيضا يمس اللاجئين الفلسطينيين الذين يستفيدون من عمل الوكالة والإضافة إلى ذلك يمس الدول المضيفة للاجئين وهذا يتطلب تحركا على كل المستويات. المستوى الأول هو المستوى الشعبي الفلسطيني الذي يجب أن يرفض هذا القرار. المستوى الثاني هو مستوى جامعة الدول العربية والدول المضيفة للاجئين والمستوى الثالث هو مستوى الأمم المتحدة التي يجب أن تنتصر لقرارها 302 وترفض تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في عمل الوكالة وعمل الأمم المتحدة. اتفاق الإطار يحمل في ثناياه مخاطر على قضية اللاجئين بأبعادها المتعددة، خاصة وأنه يطالب وكالة الغوث من أجل التمويل تنفيذ الشروط سواء المتعلقة بالمناهج التي يتم تدريسها في وكالة الغوث أو الأسر المستفيدة من المساعدات والتقديمات، وهذا من شأنه أن يمس بموقع ومكانة اللاجئ الفلسطيني، وهذا لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نقبل به. فقضية فالأنروا والمخيم والقرار 194 مرتكزات لقضية اللاجئين حتى العودة إلى ديار الأباء والأجداد، ولهذا أردنا أن نوصل رسالة للأمم المتحدة بضرورة وقف هذه المهزلة السياسية واعتماد موازنة خاصة لوكالة الغوث كجزء من الأمم المتحدة حتى لا تخضع إلى الابتزاز المالي بين الحين والآخر ذا المضامين السياسيين.